كاريري في الدنيا يسمح لي تتبعوني قدام، وكل الصفوف والاعمار يدرسوا المنهاج، وفي كل الظروف كان اجباري ما اخترتش الزمان، محفوظ بينا الواحد وكان معاه قدرات، ما كانش ده المكان مساء كل او صباح النور حساب زمانك، زنزانة سبعة عندي ليك كيانة قلب دماغك، وقف خيالك مش سهلة ما عنديش من امثالك، عدف كشاتك كل دول هيعلوا في مقامك، عيب المجتمع انه منتجع اجياله خايبة، عينك توجعك انزلك كأن كنا في ساقية، بطلت كل حاجة رجعتني لورا ثانية، فكرت كتير اتكلم بس قالوا هروح في داهية، هتلف الدايرة من فينا عنده النهاردة، هيجي اليوم تكون مستنجد بيا في نفس المأزق، بس ساعتها هتلاقي نجوم السما مني أقرب، ويوم ما ايدي تلمسك هتبقى لمسة عقرب، غريب في المستنقع غريب بنك وسط، كلهم بقوا حاكم جزء تاني هي فوضى، واللي زيك وزي قال كلمة حق يبقى اشرك، واعكابه الجلد والذم ويجيب الشاوش يصور، اديك عينيا بس النية تستاهلها فعلا، احكيلك كل حاجة عني بس منها تفهم، اشكيلك واثبتلك وتوعدني تكلية مسند، ولا تعمل زيهم وترمي سهمك في مقتل، كلكم نفس الطوب والطبع غالي الطبيعة، تستكتر عليا النعمة ومديت لك ايدي بيها، غير ان فوز بيصيدوا كله وساحبهم بحيلة، وانت مصدق الكل ولسه ماشي بيتصد في غيرك، كان في بيتك النهاردة بكرة اسمك في الجريدة، كان شقيقك في الطريقة اصبح منه عايز يشيلك، خط تاني وابتدي لامنا جامن ولاد الزئيبة، معادلة خبيثة بتوقع كبير كتيبة، احلامنا اشلاء ما تتبناش هنا بيبنوا امجاد، بس مش لينا مستنية اصحاب الاموال والجاه، دول صفحة في الكتاب سابونا من غير نجاة، شدوا الحيل على الغلبان ميت على قيد الحياة، ذنب ناس وبتدفع الثمن منه اجيال، واللي قبلك وقبلي عاشوا مكسورين جناح، بص في كل شارع هتلاقي فيه كافيهات اكتر من البني ادمين اللي عايش اعلم على الكلام، الجميل فينا طيبه الزايده دي عندنا ببلاش، هتلاقيني قدامك بضحك بس قلبي اشلاء، ما عادش صبري نفس جوايا بركان غليان، خاف السكات الدايم ده اخره بيجيب انتهاك، زلزانه سبعه وكلنا في نفس الحجز ركاب، بس كله بالدور هيتداس مفيش استثناء، هتفضل ساكت لحد ما يلبسه كلب شاد، وقتها بأكتب اللي انت ما قلته الزمان، محبوس بين اربع حيطان كاتب عن قدران، ما كانش ده المكان اللي اخترته من زمان، ما ينفعش الندم وقتها هتكون لابس كاب بنفس اللون الازرق لما تخرج هتبقى ببلاش، سجين العزة وكرامتي محفوظة ما تتنساش، كاريري في الدنيا يسمح لي تطبعولي كتاب، وكل الصفوف والاعمار يدرسوا المنهاج، وفي كل الظروف كان اجباري ما اختار الزمان، محبوس بين اربع حيطان كاتب عن قدران، ما كانش ده المكان اللي اخترته من زمان، ما ينفعش الندم وقتها هتكون لابس كاب بنفس اللون الازرق لما تخرج هتبقى ببلاش، سجين العزة وكرامتي محفوظة ما تتنساش، كاريري في الدنيا يسمح لي تطبعولي كتاب، وكل الصفوف والاعمار يدرسوا المنهاج، وفي كل الظروف كان اجباري ما اخترتش الزمان.